فيلم ذا إكزيت. بيبدأ فيلمنا بالقرد البشري لي يونغ، وزي ما انتوا شايفين كده يونغ بيكون رياضي جدا ومحافظ على صحته وبيتمرن كل يوم، وبيكون فيه 3 ستات عواجيز بيتفرجوا عليه كل يوم وبيقولوا له كنت فين يا سمك لما كنا صيادين. يونغ بيكون فاشل جدا في حياته العملية، وده لأنه لحد دلوقتي ما بيشتغلش، حتى آخر وظيفة كان مقدم عليها الشركة بتبعت له إيميل رفض. يونغ بيكون عايش مع والده ووالدته في نفس البيت، وبيكون عنده 3 إخوات بنات بس الثلاثة متجوزين. يونغ بيحب رياضة تسلق الجبال جدا، وبيروح للميدان الصناعي ده عشان يتدرب كل فترة، وبيقابل هناك صاحبته يوجو وبيتسابقه، ويوجو بتكسب السباق وبتوصل قبله للقمة. النهاردة بيكون يوم مميز جدا لأنه عيد ميلاد مامته 70، وبيتشايك وبيلبس الحتة اللي على الحبل وبيروحوا مكان عيد الميلاد. وللصدفة بنعرف إن يوجو شغالة في نفس القاعة اللي معمول فيها عيد الميلاد، وهم بيطفوا الشمع بتتفاجئ يوجو إنها بتشوف يونغ، وبيخرجوا بعد كده هما الاتنين عشان يقفوا مع بعض ويتكلموا براحتهم. ويوجو بتقول له إنها مبسوطة إنه بيتعامل معها عادي، وبيرد يونغ عليها وبيقولها وانا مش هتعامل عادي ليه، وبتكمل يوجو وبتقول له يعني عشان الموقف اللي حصل بينا زمان. وبنعرف ان روح قال لها ايام الجامعه انه بيحبها، بس هي قالت له انا بعتبرك زي اخويا، ويونغ بيقول لها لا عادي انا ما زعلتش وكمان نسيت الموقف ده. بعدها يونغ بيسال يوجو هي بتشتغل ايه هنا، وبتقول له انها مساعده المدير، وبتساله عن شغله، وطبعا البي بيكذب عليها وبيقول لها انه رئيس قسم في شركه كبيره. فجاه بتدخل عربيه كبيره مليانه غاز سائل، وبتقف قدام شركه كيماويات، وبينزل منها السواق وبيكسر المفتاح بتاعها جواها، وبيفتح الغاز وبينشر الغاز في المدينه كلها بسرعه كبيره، والناس العبيطه دي بتكون مفكراها لعبه، وبيقفوا يتصوروا معاه، بس بمجرد ما واحد بس بيشمه بيتخنق وبيطلع رغوي كتير من بقه وبيموت في لحظتها. وبيجروا الناس في الشوارع زي المجانين، وبيحاولوا يدخلوا للسوبر ماركت بس الناس اللي جواه بيقفلوا عليهم وما بيردوش يدخلوهم، ووقفوا يتفرجوا هما بيتخنقوا وبيموتوا. وبتنتشر الفوضى في المدينه كلها بسبب الغاز ده، وبتحصل حوادث كتير جدا. وبيخرج يونغ وعيلته من القاعه عشان يلاقوا المدينه غرقانه بالغاز، وبيدخل يونغ عيلته بسرعه للفندق، بس بيكتشف ان اخته لسه في العربيه. وبتخرج اخته من العربيه وبتحاول تجري على الفندق، بس لسوء الحظ اخته بتتزحلق وبتقع على الارض والغاز بيحوطها، وهنا بيجري يونغ عليها وبيشيلها وبيدخلها الفندق، بس اخته بتكون اتسممت فعلا وبتبتدي تتشنج. وعيلة يونغ بيحاولوا يساعدوها بالاسعافات الاوليه، وبتبص يوجو من شباك عالي على المدينه وبتلاقي ان الغاز غرقها وكمان عمال يعلى واحده واحده، وساعتها بيعرفوا انهم لو عايزين يعيشوا لازم يطلعوا فوق، بس اخته بتكون تعبانه جدا ومش هتقدر تطلع، فبيستخدم ماسوره حديد وقماشه وبيعملوا نقاله اسعاف وبيشيلوها وبيطلعوا بيها على السلم، وده لان المصعد في الدور الاول والغاز ملاه. واول ما وصلوا للسطح لقوا باب السطح مقفول، وبيجي بعدها مدير الفندق عشان يفتح الباب بمفاتيحه، بس بيتمسمر قدام الباب وبيقول لهم انه نسي المفاتيح تحت. لقوا كمان ناسي هو حط المفتاح فين، فبينزلوا كلهم بسرعه وبيقلبوا الدنيا على المفتاح، بس للاسف ما بيلاقوهوش. كان في مفتاح تاني بس كان في الدور الاول اللي الغاز غرقه اصلا. وفي الوقت ده على التلفزيون الحكومه بتطلب من الناس انها تطلع على اعلى مكان يشوفوه، وان في طيارات هليكوبتر هتيجي تنقذهم، وكمان قالوا ان في قناع غازات بس هيكون فعال بس لمده 10 دقائق. وبتيجي ليونغ فكره مجنونه، وبما انه متسلق جبال محترف بيفكر انه يتسلق لسطح الفندق من بره ويفتح باب السطح من فوق، وفعلا بيبتدي يكسر الازاز عشان يعمل كده، وبياخد حبله وبيربطه حوالين وسطه، بس في الوقت ده بيدخل عليه ابوه وبيوقفه وبيقول له يا ابني لم نفسك وما تعملش فيها شجاع السيما. وامه بتيجي هي كمان وبتحاول تمنعه، بس يونغ بيكون عارف انه لو ما عملش كده كل الموجودين دول هيموتوا، فبيطنشهم يونغ وما بيسمعش كلامهم وبينط من الشباك اللي كسره، بس ايد يونغ بتتزحلق والحسن الحظ بيلحق نفسه على اخر ثانيه، وبيكمل بعدها تسلق لسطح الفندق. وبتيجي حركه اكشن كده وبيمسك ماسوره حديد وبينط بيها على الارض قصاده، هو صحيح كان هيقع بس الحركه حلوه مفيش كلام، وبيكمل طلوع لسطح الفندق وكان هيقع اكتر من مره. وبنيجي عند لحظة وبنشوف إن الحبل اللي كان ربطه على وسطه خلاص خلص، فبيضطر يقطعه وبيكمل طريقه بدون أي وسيلة أمان، وبيوصل لحتة صعبة في الآخر. ودلوقتي هو قدامه خيارين، يا إما ينجح ويطلع على السطح بأمان، يا إما يقع، وساعتها لو ما ماتش من الغاز هيموت من الوقعة، بس في الآخر بيوصل للسطح بعد معاناة. وبيفتح بعدها باب السطح من بره لأهله
وفي نفس الوقت بتظهر طيارة هليكوبتر قدامهم وبيفضلوا كلهم ينادوا عليها ويشاوروا لها، بس الطيارة ما بتشوفهمش، وساعتها بيستخدموا فلاش الموبايل عشان يعملوا بيه أي إشارة، وبتستخدم يوجو يفط الإعلانات اللي بتنور عشان تعمل إشارة للهليكوبتر، وبتنجح خطتها فعلا، والطيارة الهليكوبتر بتروح لهم وبيركبوا كلهم فيها، بس لسوء الحظ الوزن بيعدي الحد المسموح، فبيضطر يونج ويوجو يستنوا للنقلة الجاية، وبتيجي فعلا طيارة تانية وبيفضلوا يشاوروا لها، بس الطيارة بتسيبهم وبتروح للمبنى اللي قصادهم، وبيعرفوا ان الطيارة بتدي أولوية للعدد الكبير، والغاز هيوصل لأنهي عمارة الأول. في نفس الوقت الغاز بيفضل يطلع لفوق، وبيقرر يونج انه مش هيموت بدون ما يحاول، وبينزلوا هما الاتنين لتحت وبياخدوا أي حاجة تساعدهم على التسلق، وبيلبسوا بعدها بدلتين الغاز اللي لقوهم، وبيجروا بسرعة قبل ما العشر دقايق يخلصوا، وبيطلعوا فوق السطح، بس بيكون الغاز وصل له هو كمان، والعشر دقايق خلصوا، وبيدور يونج على أقنعة غاز تانية، بس ما بيلاقيش معاه إلا واحد بس، وبيلبس يونج القناع الزيادة بسرعة، وبيجري، فعلا مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح، ولما ما بتلاقيش يوجو حل، بتتسلق لفوق، وبتقابل يونج وبتزعق فيه وبتشتمه، لأنه سابها لوحدها، بس يونج بيفاجئها بإنه خاطر بحياته عشان يجيب لها قناع تاني للغاز، وبيجروا هما الاتنين وبيهربوا من الغاز، وبيقلعوا الماسكات بتاعتهم، ودلوقتي ما بقاش معاهم أي أقنعة تاني. والحل الوحيد عشان يفضلوا عايشين انهم ينطوا على سطح المبنى اللي قصادهم، بس المسافه بتكون كبيره جدا، وبتجيلهم فكره صايعه جدا، بيربطوا الدمبلز بتاع الجيم بحبال وبيرموهم على سطح المبنى التاني، ولما خلصوا رمي بتروح يوجو الاول لانها الاخف في الوزن، ولما بتوصل الناحيه التانيه بتمسك له الحبل لحد ما يجي، بس في نص الحبال بيقرب الغاز جدا من يونج وبيوصل له. في اللحظه دي يوجو بتكون عايزه تهرب، بس بتكتشف ان الحبل اللي ماسك فيه يونج مربوط بيها، وانها لازم تفكه منها عشان تمشي، بس لو فكته يونج هيقع ويموت، بس في وسط تفكيرها بيترمي دمبل تاني، وبينجح يونج انه يوصل للمبنى التاني وهو لابس القناع، وبتيجي طياره هليكوبتر تاني عشان تنقذهم، بس بيلاحظوا ان في اطفال محبوسين في مبنى من المباني، فبيناموا هما الاتنين على الارض، وبيعملوا بجسمهم سهم عشان الطياره تعرف مكان الاطفال وتنقذهم، وفعلا الطياره بتنقذ الاطفال، وبيضطروا يستنوا هما، وبعد ما الطياره بتنقذ الاطفال بتنفجر محطه غاز، والانفجار ده بيطير الغاز السام لفوق اكتر، وبيضطر يونج ويوجي يروحوا مكان اعلى، وبيرموا مرتبه وبينط عليها، وبيجروا باقصى سرعه بعدها، وبتظهر فوقهم طياره صغيره بدون طيار وبتصورهم، وبتنقل كل الصور والفيديوهات دي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل الناس اللي شافتهم كانت متعاطفه معاهم وبيشجعوهم، وبينتقلوا بعدها من مبنى لمبنى، وبيطلعوا اي سطح يقابلوه عشان يحافظوا على حياتهم، وبيوصلوا بعدها لسطح مبنى، بس اقرب مبنى ليه بيكون على بعد شارع كامل، والطريق وراهم بيكون مسدود بالغاز، وبيعرفوا ان كده خلاص مفيش مخرج، بس لحسن الحظ بيظهر لهم مجموعه الطيارات بدون طيار، وده لان في ناس كتير عرفت قصتهم من السوشيال ميديا، وقرروا انهم يبعتوا الطيارات دي عشان يساعدوهم بيها. الطيارات رجعت وراهم عشان تبطئ حركه الغاز، وده هيوفر لهم شويه وقت على ما يشوفوا حل للمشكله دي، وبيربطوا حبل في طياره تانيه، وبتروح الطياره دي وبتربط الحبل في ماسوره في المبنى اللي قصادهم، وبعدها الاتنين بيعدوا 1 2 3 وبينطوا مع بعض، وبداوا يتزحلقوا على الحبل عشان يوصلوا للمبنى التاني، بس للاسف الاتنين بيقفوا في نص الحبل، وبيفكروا الاتنين في فكره مجنونه، وهي انهم هيقطعوا الحبل وهيمسكوا فيه جامد ويتمرجحوا للمبنى التاني، وفعلا بيقطع يونج الحبل، بس للاسف وهما بيتمرجحوا الحبل بيفلت من الماسوره والاتنين بيقعوا، وبيتقطع الارسال عن الناس، وبتيجي بعدها هليكوبتر لمكانهم وبتدور عليهم، بس للاسف المكان اللي هما وقعوا فيه كان متغطي كله بالغاز، فلو ما كانوش وقعوا يبقوا اكيد ماتوا من الغاز، بس المفاجاه هنا الاتنين طلعوا عايشين وماسكين عصيان شرار عشان يلفتوا انتباه الطياره ليهم، وفعلا بتروح لهم الطياره وبتنقذهم، وهنا بنعرف انه مع الاصرار والعزيمه مفيش مستحيل. وبكده يكون خلص فيلمنا، شكرا ليكم واشوفكم مع فيلم جديد.